نعم. ايضا ماده يبغوا نتكلموا عليها دكتور عماد واللي كثر عليها الاقبال في هذه الفتره هذه وكنقولوا راه كتدفي الجسم وكتساعد على علاج نزلات البرد، الزعتر او لا وزعيطره، فهما جوج ديال الاعشاب اللي مختلفين كل حاجه بوحدها. فهاد العشبه بالضبط واش فعلا كتعطينا التدفئه للجسم؟ واش كتعالج فعلا من تساعد على العلاج من نزلات البرد؟ وكيفاش خصنا ناخذوها وكيفاش خصنا نشربوها؟ فهي الزعتر ولا الزعيطره؟ الزعتر اللي هو لوسيغ بولي اوريغانوم فولغاريس، هكا هذا هو الاسم اللاتيني ديالو. فالزعتر فيه الكورفاكرول. كورفاكرول هي من المواد اللي مضاده للطفيليات، مضاده للميكروبات، مضاده كتعطي واحد الحيويه للمناعه ديالنا، ولكن ماشي نسمعوا ان الزعتر كيداوي المناعه ولا كيعاون المناعه ديالنا. هذا دليل على اننا خصنا نمشيو ناخذوا كيلو ديال الزعتر، ولا اننا ما خصناش ناخذوا الادويه اللي كتكون موازيه اللي كيعطينا الطبيب. فهذه مساله مغلوطه. الزعتر شحال خصنا نستعملوا فيه؟ انا كنصح اننا نستعملوا نص معلقه صغيره في النهار، ولكن نستعملوها واحد اربعه المرات حتى خمسه المرات في الشهر، ما نكثروش منه. خاصه الا بغينا نشربوه في شكل دواء طبيعي، يعني اون تيزان، نص معلقه صغيره في كاس صغير ديال الماء مغلي، وكنخليوه حتى كيطلق وكنشربوه مزيان. مثلا نديروها كما قلنا اربعه المرات في الشهر، او على الاقل او على الاكثر جوج المرات في الاسبوع. ما نزيدوش عليها، لان علاش؟ يقدر يعطينا مضاعفات اخرى على الكلاوي، على الكبده ديالنا. نمشيو للزعيطره. الزعيطره كتكون اخف ضرر من الزعتر، فانا كنصح بالزعيطره اكثر، اللي هي باللاتينيه تيموس فولغاريس. اذا جوج ديال الحوايج مختلفين. او لوتا بالفرنسيه. فالزعتر فيه ماده التيمول. هاد التيمول حتى هي من المكونات المضاده للطفيليات من الدرجه الاولى، بما فيها الجهاز الهضمي، انها كتوازن الافرازات ديال الحموضه، بما فيها اللثه ديالنا، فانها كتعطينا واحد الحيويه وكتعطينا واحد القوه اللثه والمشاكل ديال الفم، فهي عندها منافع كبيره. الزعيطره كذلك حتى كيفاش كنستعملوها، غناخذ منها نص معلقه صغيره ديال الزعيطره ونديروها في كاس صغير ديال الماء المغلى ونشربوها في الليل من الاحسن. فهي غادي تساعدنا كذلك حتى بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الحساسيه، خاصه الحساسيه التنفسيه، فهي غادي تعاونهم. هذه من جهه. كاين سؤال غادي تطرح، الناس كديرها في اتاي ولا كدير الزعتر في اتاي؟ فانا كنقول لكم حتى طيبوا اتاي في ذاك البراد مويان ديالكم ديال العائله، يطيب مزيان ويغلى مزيان اتاي بلا حتى شي ماده اخرى. عاد كنزيدوا فيه معلقه صغيره ديال الزعتر ولا معلقه صغيره ديال الزعيطره ونخليوها تطلق فيه بلا ما نحطوه فوق العافيه. فهذه طريقه سليمه غنستعملوه. بهذه الطريقه كنقدروا نخففوا الاعراض الجانبيه ديال الزعتر والزعيطره، وهكا كيمكننا نشربوه بطريقه امنه، ما غاديش يضرنا ما يضر الصحه. علاش؟ لان اتاي فيه ليطانا، وهاد ليطانا ملي كيتخلطوا مع جوج مواد، يا اما الكوفاكرول اللي قلنا في الزعتر ولا التيمول اللي عندنا في الزعيطره، فهذوك ليطانا اللي كيتلاقاو معاه كيبطلوا لينا ذاك المفعول ديالهم، ما كتبقاش ذاك الجهد، وكنستافدوا بطريقه امنه وسليمه.